لا توقع تشيك على بياض أبداً، وقع تشيك بعد ما تملأ كل التفاصيل. وانت تكتب تشيك اتأكد أن اسم المدفوع له مكتوب بالكامل. لا تخلي مسافة قدام أو بعد اسم المدفوع له، اكتب المبلغ بالكلمات والأرقام واملى المساحات غير المستخدمة بالخطوط. وإذا كتبت شيء غلط الغي التشيك وحرر واحد جديد. تابع تشيكاتك وبلغ المصرف يوم تشك بفقدان تشيكاتك أو بإيداعها في مكان خاطئ.